السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوف فيه مع بعضياتنا طريقة عمل واحد الدرس جديد وسهل وبسيط بزاف. المهم أول حاجة غادي نديروها وهي الحبكة على التوب اللي غادي نتخدمو فيه. طبيعة الحال هاد الحبكة هادي بإمكانكم أنكم ما تديروهاش وتخدمو الدرس مباشرة فوق التوب، غير هي كتعطيكم واحد الجمالية أكثر للدرس. فالحبكة كيف ما العادة كتخدمي غرزة هي الأولى، ومن بعد كتهبط الخيط للتحت وترجعي في هذه الغرزة بحبكة واحدة، من بعد كتطلعي الخيط لفوق وترجعي للتوب وتديري غرزة، والآن غنهبط الخيط لتحت وترجعي في هذه الغرزة وتديري حبكة، والآن نفس الطريقة غدا تبقي غدا مستمرة بها حتى تكملي المسافة اللي عندك. من الأفضل ما تخدموش بزاف في الحبكة، خدمي غير شوية ورجعي خدمي الدرس وعاد كملي، يعني بلا ما تديري الحبكة كاملة عاد ترجعي تخدمي فوق منها الدرس. المهم هذه هي الطريقة اللي كنستعمل، فتقدروا ديروا الحاجة اللي بانت لكم مناسبة. الان انا كملت خدمت يعني غير هاد المسافه البسيطه، وغادي نرجع نخدم فوق من هاد الدرس. لاحظوا معايا مزيان، غادي تمشي الاول حبكه وغادي تشدي فيها الخيط بهاد الشكل، هذا الحرير العادي ديال الصابره مبروم على ثلاثة ديال الشعرات. ورقم البره اما تخدمي بستة او الخمسة يعني اللي بغيتو. المهم درت الغرزة الأولى وهذه الغرزة الثانية، دابا غتهبط الخيط لتحت، لاحظوا معايا مزيان، وغادي نرجع في هاد الغرزة وغادي نخدم واحد الغريزة بهذا الشكل، دابا الخيط لفوق وغادي نرجع في هاد الغرزة اللي يلاه درت، لاحظوا معايا مزيان، وغادي نعاود ندير غرزة واحدة اخرى. الان غنرجع للحبكة وغادي نخدم فيها غرزة، من بعد كتهبط الخيط لتحت وترجعي في هاد الغرزة اللي يلاه خدمتي وديري الغرزة الاولى، ودابا غنمشي لهادي وغادي نخدم الغرزة الثانية. فالان انا كنخدم في هذاك الهرم، اللي ما بغاتش دير الهرم على شكل غرازي تقدروا ديروا الهرم ديال الدرس ديال الواحد، يعني كل وحده ديال اللي عجبها. المهم دابا درت الغرزه الاولى اللي في الراس وغادي نهبط لهادي ونخدم الغرزه الثانيه، من بعد غادي نمشي للحبكه. لاحظوا معايا مزيان، الخيط دائما لفوق، غنهبط لهاد الحبكه هادي ونخدم الغرزه الثالثه، دابا غنهبط الخيط لتحت ونرجع في هاد الغرزه اللي يلاه تكونات. المهم الان لان احنا كن غادي نخدمين بالزياده بطبيعه الحال، في كل دور كتزاد عندك غرزه. الان درنا غرزه الاولى وغنمشي اللي حداها ونخدم الغرزه الثانيه، من بعد غنطلع لهذا الراس وغادي نخدم الغرزة الثالثة، دابا غادي نخلي الخيط الفوق ونرجع نهبط، واحد جوج وثلاثة، من بعد غادي نزيدو الغرزة الرابعة اللي غادا تكون في الحبكة. فلاحظوا معايا مزيان، والآن هنا من بعد ما كملت ربعة ديال الغرازي غادي نمشي اللي حداها وغادي نحسب واحد، ودابا جوج، من بعد ثلاثة، وأربعة
ربعه ديال الغرزات. الربعات الغرزات هما اللي غيكونوا الفاصل ما بين كل درس ودرس، فغادي نتهبطوا بربعه ومن بعد ترجعوا في هاد الغرزه الاخرى وديروا فيها هاد الغرزه هذه وتعاودوها بوحده اخرى. لاحظوا معايا، هذا هو هذه الطريقه. الان غتخلي الخيط الفوق وغادي ترجعي تخدمي في الحبكه. بهذا الشكل دابا غتهبطي الخيط لتحت وغادي ترجعي تطلعي بالغرزه الاولى والغرزه الثانيه. فبهذا الشكل غنتوما غادي تستمروا، غتبقاو غاديين ديروا الهرم، وفي النهايه ديال الهرم تخدمي ربعات الغرازي وتبداي الهرم الجديد، وغادي تكملي عاد غادي نرجعوا نخدموا هذيك هاد القبه هذه اللي غادي نديروا من الفوق. فلاحظوا معايا مزيان، غادي نمشي لهاد الغريزه الاولى اللي كنا خليناها وغادي نثبت فيها الخيط بهذا الشكل. من بعد غنمشي مباشره للراس ديال الهرم وغادي نحاول ندير بحال واحد القوس. فهنا غنطلع هاد القوس شويه بالبره ونجر الخيط مزيان. ركزوا معايا مزيان وحاولوا انكم تزيروا هنايا هاد الراس هذا. دابا غتخلي الخيط الفوق وتمشي لهاد الغرزه هادي الاولى، كنا خلينا ثلاثه الغرازي، المهم كتخدمي اربعه في الحبكه وفي الاخر كتعطيك ثلاثه، فكتخدمي في هاد الاولى. نحاولوا تركزوا مزيان خصوصا المبتدئات، حاولوا تركزوا على الاماكن اللي تنخدم فيهم. دابا غتهبطي الخيط لتحت وغتمشي مباشره لهذيك الغرزه الاولى اللي ثبتنا فيها الخيط بلا ما تعاودوا ترجعوا تضربوا في الراس. كي هنا بزاف اللي غتقول لي لا انا نرجع نضرب في الراس عاد نهبط هاد الهبطه، المهم انا جربت هاد الطريقه وما جاتش زوينه، يعني المنظر ديالها ما جاش زوين. ممكن انكم ديروها، ماشي زعما غير ممكن، ولكن ما كتجيش زوينه. هذاك الشيء علاش قلت غنضرب نيشان فين تثبت الخيط غادي يكون افضل. الان غادي نرجع نخدم الحبكه على هاد جوج ديال الاقواس، فهذه الحبكه الاولى وغادي نخدم دابا الحبكه الثانيه. هنا ثلاثه، المهم انا غادي نمشي باعداد مضبوطه باش يجيني الدرس كامل مقاد. هنا اربعه، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، وتسعود. من الأفضل سيروا بأعداد مضبوطة، علاش؟ باش الدرس ما يجيكمش واحد كبير وواحد صغير. المهم هنا خدمت تسعة ديال الحبكات. دابا غادي نهبط الخيط لتحت. هنا ركزوا معايا مزيان، عندي جوج ديال الاقواس ولكن ما غاديش نخدم عليهم بجوج، غنخدم على هاد القوس الفوقاني. هذه طريقه مهمه بزاف في النجاح ديال هاد الدرس هذا. غتخدمي حبكه وحده فقط، هاد الحبكه ما ندخلوهاش في الحساب باش نبقاو عاقلين عليها. وتهبطي الخيط لتحت وترجعي فيها وتلوي ثلاثه ديال اللويات. من بعد غادا تطلعي الخيط بهذا الشكل. هنا غادي نديرو الدرس ديال الواحد. اللي بغا دير الدرس ديال الواحد بالغرزة ديرو، واللي بغا ديرو بالحبكة ممكن. المهم أنا غادي نخدم بالحبكة. هبطت الخيط لتحت وكنرجع أسفل هاد الغرزة هاد الحبكة هادي وغادي ندير الحبكة الأولى ونعاود نهبط الخيط لتحت وندير الحبكة الثانية بهذا الشكل. هنا حاولوا يعني تكيسوا على الخيط لأنه كيكون طالع بزاف الفوق وبحال ما كتحسيش براسك شاد الدرس مزيان. مهم هبط الخيط لتحت وغترجعي دابا عاد غادي نخدمو على الأقواس بجوج، يعني غتجمعيهم بجوج وغادا ديري الحبكة الأولى. فهاد المرحلة حاولي تزيري هذيك الحبكة وبحال دفعي الدرس الفوق.
هذه الحبكة الثانية، ودابا كملي وديري نفس العدد اللي درتي على اليمين، 3، لاحظوا معايا 4، 5، 6، 7 بهذا الشكل، 8، 9. المهم هنا خدمنا 9 ديال الحبكات. من بعد كتطلعي الخيط الفوق. انا حاولوا تركزوا معايا مزيان شنو غادي كيفاش غادي نخدم. ما غاديش تخدمي في الحبكه الثانيه ولا هذيك الغرزه الثانيه، غترجعي تخدمي في الاولى اللي كنتي تبتي فيها هذاك الخيط. فاش درنا القوس الثاني ترجعي فيها، ضروري هاد المرحله اللي غادا تجاوز هاد الغرزه هذه وتخدم في اللي حداها، ما غاديش يجي هاد الدرس هو هذاك. المهم دابا غتمشي للغرزه الثانيه وغديري فيها غرزه عاديه، وغادي نرجعوا فيها واللويو 3 ومن 3 ولا 2 كل وحده دير اللي عجبها، وغادي ندير الدرس ديال الواحد. كما قلت لكم اللي بغات دير الدرس ديال الواحد بالغرزه فتخدموا، واللي بغات ديروا بحبكه كيف ما خدمت انا ممكن. مهم درت الحبكه الاولى وغادي نعاود نرجع وندير الحبكه الثانيه بهذا الشكل. من بعد كتطلعي الخيط الفوق وتمشي لهاد الغرزه الاخيره اللي عندك. هنا عندك غير 3 الغرازي كتعمريهم. دابا ثبتنا هذاك الدرس ديال الواحد، وفي نفس الوقت غادي نبداو درس جديد. كتمشي الراس ديال الهرم ولا هاد المثلث وغادي ديري واحد القوس بهذا الشكل. دابا غادي نرجع الخيط الفوق ونمشي لهاد الغرزه الاولى ونعاود ندير القوس الثاني بهذا الشكل. والان تهبطي الخيط لتحت وتعاودي ترجعي في نفس الحبكه اللي كنتي خدمتي فيها نفسها، وتدوري هاد القوس هذا بهذا الشكل. لاحظوا معايا دابا ولاو عندنا 2 ديال الاقواس. دابا غادي نبدا الحبكه. فاول مرحله، المهم انا غادي نزيد نكمل معاكم هاد الدرس هذا واخا الفيديو جا طويل. المهم هنا 2 ديال الحبكات، 3، 4، 5، 6، 7، 8 وتعود. من بعد تعود كتعاودي تخدمي في القوس الفوقاني وديري فيه حبكة واحدة فقط، تهبطي الخيط لتحت وتعاودي ترجعي فيه وتلوي 3 اللويات باش تعطيك هاد الدرس هذا ديال الواحد. والان غادي نعاود نرجع في نفس المكان وغادي نحبك الحبكه الاولى والحبكه الثانيه. ودابا غادي نرجعوا نخدموا هاد الاقواس بجوج، لاحظوا معايا مزيان. فغادي نجمعوهم ونديروا الحبكه الاولى الحبكه الثانيه. نحاولوا تدفعوا هذاك الدرس ديال الواحد، دفعوه بصبعكم الفوق مزيان عاد رجعوا كملوا. لما دفعتوش بحال الخدمه كتجي مايله لتحت. المهم غادي تكملي حتى تخدمي 9 ديال 9 الحبكات. لاحظوا معايا مزيان. من بعد كطلعي الخيط الفوق وترجعي في نفس الغرزه، لاحظوا معايا مزيان نفس الغرزه اللي خدمنا فيها في الاول، كترجعي وتحاولي انك تطلعي شويه هذاك الدرس الفوق بهذا الشكل، كدفعيه شويه بصبعك الفوق باش يجيك الدرس مزيان. ودابا غادا تمشي وديري الدرس ديال الواحد اللي هو جا فاصل ما بينات هذوك هاد التاج هذا الصغير، ولا المهم تقدروا تسميوه هاد الدرس كيف ما بغيتوا. فلاحظوا معايا مزيان
درت جوج ديال الحبكات ودابا غادي ندير غرزة عادية ف وكترجعي هاد الراس ديال المثلث وديري هاد القوس. المهم هذا هو الدرس ديالنا ديال هاد النهار. شكرا للمشاهدة وشكرا للتعاليق ديالكم الزوينين، وان شاء الله غادي نعطيكم الرابط ديال الفيسبوك اللي غادي نخدم عليه هاد الايام. حليت صفحة في الفيسبوك، المهم غادي ندير واحد الفيديو قصير وغادي نشرح لكم على هذيك الصفحة ونعطيكم الرابط ديالها ان شاء الله عما قريب. فكنتمنى ان هذا الدرس ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المشاهدة.